شوبينج صار أهين على ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على اصناف متنوعه ومميزه، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقه كتير سهله وواضحه وباسعار كتير مقبوله. انتم مرتاحين ما لكم الا تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل الغرض لعندكم من دون اي كلفه توصيل اضافيه. راك بادي هو اختراع جديد لتدفئة البيت بطريقة سريعة وفعالة وبمصروف كتير خفيف. راك بادي هي سجادة حرارية مخفية فينا نحطها تحت جميع أنواع السجاد، وهي بتوزع الحرارة بكل الغرفة، كتير آمنة للأطفال وبتناسب الحيوانات الأليفة بس يقعدوا على الأرض. راك بادي فيها تكون بديل عن التدفئة المركزية والشفاش بالبيت، ومصروفها ما بيتعدى 2 أمبير. راك بادي مكفولة وبتحصل عليها ب 45 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. ما لكم إلا تتصلوا ببس سيلر على 01 44 55 55. لكل ستات البيوت يلي بتهمون ريحته ونسوي برو بلس الجديدة هي الحل. هالمكنسة على البطارية ما إلها شريط وما بدها كيس وما بيتعدى وزن الكيلو الواحد، بتسحب كل شي من الكبير للصغير إن كان على السجاد على البلاط وعلى الباركي. مثل ما شايفين بيجي معها بطارية وشارجر، ما قلنا إلا نشارجها ونستعملها لوقت طويل. شوفوا شو هيني على الباركي، بدنا بس نمرقها على الأرض وما في لزوم أبدا نشد، متركها تمشي لوحدها. والشي المنيح كمان إنه شكلها الجديد تريانكل لحتى نقدر ننظف الزوايا بكتير سهولة. وإذا بدنا مرقة تحت التخت أو الخزاين أو حيالة شي تاني، شوفوا شو براكتيكال منوطيها بهالشكل، وهيك بيصير فيكن تفوتوها وين ما بدكن. وأكيد هذا الشي بينطبق مثل ما قلتلكن على السجاد كما على البلاط. سوي برو بلس بتبرم 360 درجة، يعني بمختصر فيكن ما تعتلوا هم إذا ولدكن وقعوا بسكوي أو كورن فليكس أو حيالة شي تاني. كتير سهلة التنظيف، بدنا بس نكبس هالزرين بهالطريقة منفض الجارور الكبير من الأوساخ. سوي برو بلس مثل ما ذكرت ما بدها كيس ودبة كتير هين، فينا نعلقها على الحيط أو نحطها ورا الباب، يعني ما بتاخد محل أبدا. سوي برو بلس هي ماشين ما من دبة لأنها تستعمل 365 يوم بالسنة. والعرض هلأ مع سوي برو بلس في 3 هدايا، هالفرشاية إذا بدنا نشيل شي على السريع، وهالجارورين التلج يلي بيجوا بشكل مستطيل، فهيك بصير فينا نحط التلج بالأنينة أو بتنكة السودا. سوي برو بلس أكيد مكفولة لمدة سنتين، لا تحصلوا عليها تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان ب 46 دولار بس من دون أي كلفة إضافية. تنشير الغسيل مشكلة، أغلب الأوقات ما منغسل لأنه ما في محل تنشر، وأوقات منضطر نحط منشرين وثلاثة على البلكون وبياخدوا كل المحل. مع هالمنشر بتنحل المشكلة لأنه منشر بثلاث طوابق 3 layers راك، فينا ننشر عليه شو ما بدنا من أشياء كبيرة أو صغيرة. هالمنشر مزود بدواليب تنزيحه ونحطه محل ما بدنا بمساحة كتير صغيرة، صار فينا ننشر تياب كتير وصار فينا نغسل كمية التياب يلي بدنا إياها بلا ما نعطل أي هم. هالمنشر ثلاث طوابق فيكن تحصلوا عليه ب 60 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. ما إلكن إلا تتصلوا ببس سيلر على 01 44 55 55. مين منا ما بحب يعمل مساج، وكتير اوقات بنضطر نروح على نوادي خصوصي، بس مع سلف مساجر ما بقى نعتل هم هالموضوع، وحتى اذا ما كان في حدا حدنا صار فينا نقضي حالنا بحالنا وبحيالنا وقت كمان وبالقوه يلي بتناسب جسمنا. كتير اوقات بنحس باوجاع او بكتير ستريس او بكتير تعب كمان. سلف مساجر فينا نستعملها على الرقبه، على الظهر، على الكتف، على الخصر وعلى الارداف، يعني بمختصر فينا نستعملها على كل الجسم. وكمان هالاله فينا نستعملها بالبيت، بالمكتب ووين ما كان، مزوده بانفراريد كما انها كفيله بتحسين الدوره الدمويه. اهم شيء انه ما لها صوت وما بتلبد ابدا. سلف مساجر مكفوله على مده سنه وبتحصل عليها ب 50 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفه اضافيه، بمجرد الاتصال ببس سيلر على 01 44 55 55. مين منا ما بيعاني من اوجاع الظهر والرقبه، ان كان بعتتنا الغلط بالمكتب او اذا بحكم شغلنا عن السواقه لوقت طويل او باي عمل متعب بنعمله بحياتنا اليوميه. رويال بوشر مشدد بينلبس على الظهر لتجليس العمود الفقري وانحناق الظهر، مش مثل غيره من المشدات مصمم بطريقه كتير مريحه لحتى ما يزعج بالتنفس، وحتى فيكن تلبسوه تحت التياب لانه منه سميك وما ببين. ولكن شخص عنده ديسك او تكلس ما له غنى عن رويال بوستشر،
بسعر 26 دولار بس. رويال بوشر كفيل للتخلص من أوجاع الظهر والرقبة. ما إلكن إلا تتصلوا ببستسيلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. نانو جيم هالمكنة شبيهة الهوم جيم، ما بتاخد محل كتير وبتعطي نتائج هائلة. مقعدة كبير مريح وبيتحرك. نانو جيم هي عدة مكانات مجموعين بمشين وحدة، فينا نمرن عضلات الإيدين والإجرين، الظهر والخصر نحن وقاعدين، يعني بتقوي عضلات الجسم كله وبحركات مختلفة، وأكيد بتحرق لنا كتير كالوريز. نانو جيم خفيفة الوزن وما بتاخد محل أبداً، فينا نحطها ورا الباب أو تحت التخت، وبيجي معها DVD بيعلمنا كل الحركات وكيفية الاستفادة منها، وكمان بيجي معها كتاب بيوجهنا كيف ناكل وشو ناكل تنحصل على أفضل نتيجة. نانو جيم أكيد مكفولة لمدة سنة وبتحصلوا عليها ب 96 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية بمجرد الاتصال ببسلر على 01-44-55-55. كلنا منحب ناكل تبولة بس منعت الهم فرم الخضرة والبقدونس لأنه بياخدوا وقت كتير. مع 60 سكند تبولة انحلت هالمشكلة. هالمكنة بتفرم البقدونس بثواني، ما قلنا إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما ينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي ببكي كل ستات البيوت كمان بثواني وبينفرموا. والأهم كمان إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 سكند تبولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعها، وبتفرم اشياء كتير قاسية مثل مكسرات وحتى جزر بتقطعه لشقف صغيرة من دون اي مجهود، باصبع واحد 3-4 مرات وبيجهز كل شيء. 60 سكند تبولة مكفولة لمدة 2 سنين وفيكن تحصلوا عليها ب 32 دولار بس. ومش بس هيك، بيجي معها هالسلات بول هدية. ما لكم الا تتصلوا ببستسيلر على 01-44-55-55 وبيوصلوا لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفة اضافية. هول كانوا الايتمز، شلا يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بستسيلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV.